أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. جامعات الدول العربية تتهم إيران بتهديد الأمن العربي وانتهاج سياسات عدائية، ورابطة العالم الإسلامي تؤيد بيان جامعة الأخير. النيجر تسعد عي سفير ليبيا على خلفية بيع مهاجرين أفارقة. الجزائر تنتشل مهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى أوروبا. وخبراء ينصحون بتناول زيت الزيتون يومياً على معدة خاوية لفوائده الكثيرة. أما شرب القهوة بشكل منتظم فيحد من خطر أمراض الكبد المزمنة بنسبة 70%. وتصنيف سري في آيفون يهدد خصوصية الفتيات، يدرج صورهن الخاصة ضمن مجلد سري داخل ألبوم الصور.